عزيزي المشاهد، الإبداع لدى المبدع هو ذلك الابتكار وهو التجديد، والابتكار دائما والتجديد هي سمة من سمات المبدعين. إن المجددين هم الذين يهيئون للتراث أسباب الاستمرار والحيوية، لا أولئك الذين يحنطون بالتكرار والتقليد فيحكمون عليه بالعقم. الأستاذ الشاعر سلطان العويس، أهلا وسهلا فيك، ونحن سعداء بهذا اللقاء. أستاذ سلطان، نود بداية أن نتوقف عند جائزتك الشعرية، وهذه لعلها من الجوائز التي تكاد تكون يعني متفردة في الوطن العربي، وهي تكون تكاد تكون هي الوحيدة قبل أن تكون هناك جوائز أخرى للبابطين وسعاد الصباح وعدة جوائز، فأنت الحقيقة كان لك السبق في هذا المجال. هذه الجائزة ماذا تحدثنا عنها؟ أولا، هذه الجائزة هي مختصة بالأدب وليست مختصة بالشعر. الشعر جزء منها، مع أن الشعر هو صناجة العرب على قولت أو ديوان العرب. والاهتمام الآن، الاهتمام الآن الحديث هو يعمم على جميع الأدب، قصة، نقد، دراما، رواية. فنحن اخترنا أن يكون الجائزة تشمل جميع فروع الأدب. طيب، مبعث هذا الاهتمام هل لكونك أنت رجل مهتم بالأدب والفكر، أم وجدت أن هناك قصورا في تشجيع المبدعين؟ فخص قريت التاريخ، التاريخ العربي، ولمن هو المهتم بكتب الجاحظ أو كتب الذي ألفت، رأيت أن هناك أشخاص وراها وخلف دفع المؤلفين ليكتبون. بعدين جيت وشفت الغرب، شفت الغرب التكوين، سمنا المكونات للأدب الغربي ما كانت حكومية، كلها من أفراد. الفن ما كان مذاك، كلها من أفراد، لم يكن رسمي فيهم، لم يكن رسمي، ما وإنما الأفراد هم الذي يطورون المجتمع. لأن الفرد من المجتمع. أما الحكم ما يقدر يطور بدون الفرد. لهذا قرأت التاريخ وجدت هذا، وبعدين جلت في العالم ورأيت الآثار الفردية، مؤسسات فورد، مؤسسة ثاني، مؤسسات، وكذلك الأفراد قاموا بواجبهم. فنحن يوجد خلل عندنا في البلاد العربية الآن في هذا القرن، أما في القرن السابق كانت هناك بعد أعمال فردية، مدارس تقام على الفرد، تكايا موجودة، وكلها آثار فردية. ندع الماضي للماضي، ولكن نحن في حالة العصر الحديث، إذا جلنا في كل الشعوب اللي متقدمة هي قامت على الفرد. وكل شعب وكل عمل قام على الدكتاتورية ينهار. فالفرد هو الأساس. والثقافة الفردية هي اللي تطور المجتمع، سواء تطوره ثقافيا، تطوره فكريا، تطوره صناعيا. كل هذا مجتمع على أن يكون الفرد يقوم بواجبه في سبيل وطنه. ناصر الظفيري قاص وناقد وروائي، صدرت له مجموعة قصص بعنوان وليمة القمر، أول الدم، عاشقة الثلج، وأخيرا سماء مقلوبة. أهلا وسهلا فيك. أهلا مرحبا. ناصر، نود أن نتوقف عند، أعتقد أنت بدأت في النقد، ولا بدأت تكتب؟ أنا بدأت أولا قاص. قاص بداية. بداية. كيف ترى الحركة النقدية، سواء أنت كمبدع ومواكب للإبداع الذي ينشر الآن عبر الصحافة؟ هو في الواقع الحركة النقدية سواء محليا أو عربيا تعطلت وغير موجودة، وتحول الناقد إلى كاتب.
توقعا من الناقد بأنه إذا كان يستطيع تشريح العمل ويستطيع تحليل هذا العمل فهو أولى بأن يكتب هذا العمل. وللأسف أن الناقد ألغى قضية مهمة وهي قضية الموهبة. فتراجع النقد كثيرا في الوطن العربي وفي الكويت على بشكل خاص يعني. وما يكتب في الصحف أو في المجلات هو مجرد انطباع يعني قراءة انطباعية عن العمل وليست قراءة نقدية. نحن نفتقر حقيقة إلى الناقد الحقيقي. ولكن هناك إشارات بسيطة موجودة في الخليج يعني نذكر منها عبد الله الغذامي، ماجد الزهراني، الدكتور سليمان الشطي. هذه الإشارات لا تعد إذا قارناها بالحركة الأدبية. ما هو كائن هو عكس ما يجب أن يكون. ما يجب أن يكون فعلا أن يكون هناك ناقد متخصص للعمل وهناك كاتب متخصص للإبداع يكملان بعض. لكن ما هو حاصل الآن أن الناقد تحول إلى كاتب بغض النظر عن وبدأ يكتب ما يسمى بالنصية وبالبنيوية. هذه تعتبر نصوص إبداعية وليست نصوص نقدية يعني. وخرج من إطار تشريح العمل وتقديمه للمجتمع. هذه الجوائز وهذه المنتديات الثقافية التي تقام بتصورك هل تخدم الحركة الفكرية وتطورها نحو الأفضل؟ هي نحن مثلا الخليج نحن جزء صغير من العالم العربي. نرجو أن نكون نموذج لمستقبل يعني يعد أو يؤازر العالم العربي الآخر. لا ندعي أن نحن الكل في الكل، وإنما نحن نموذج عسى أن نكون قدوة للآخرين إذا وجدت فرصة لهم أن يتكاتفون. أنت كشاعر ومتتبع للحركة الشعرية، هل تعتقد أن الشعر في عالمنا العربي بخير؟ هو الآن الشعر هو بخير، ولكن هناك أشياء دخلت عليه القصة، دخلت عليه الدراما، دخلت عليه أشياء كثيرة التي هي تجذب نظر الفرد. ما الشعر سيبقى تاريخنا ولا نتخلص منه، ولكن في المجال الأدبي الآن هناك أشياء دخلت أخرى، وسيبقى الشعر المغنى سيواصل رحلته من آلاف السنين إلى الآن، سيواصل رحلته في المستقبل، لأن الشعر المغنى نوع من الطبيعة الإنسانية. من طبيعة الطير، من طبيعة الطيور المغنى، فالحركة هذه في الشعر المغنى دائما متسلسل ولن ينتهي ولا ينقطع أبدا. قضية التواصل الفكري، طبعا احنا لازم نفرق بين ما يسمى عربيا العاصمة والمحور والعاصمة والقرية والمحور والهامش يعني أو المركز والهامش. حقيقة لا يوجد أي تواصل بين يعني عربيا، وإذا قلت محليا يعني أيضا لا يوجد أي تواصل. نحن مجموعة كتاب نقرأ لبعضنا البعض، ونحن مجموعة كتاب في الوطن العربي ككل نقرأ لبعضنا البعض ونتهادى الكتب، لكن لا يوجد أي تواصل، لدرجة أنه لما يخرج كتاب في الكويت لا توجد أي جريدة عربية يمكن أن تعلن عن هذا الكتاب يعني. إذا أردت أن تطبع الكتاب عن طريق أي دار نشر يعني يعني المسألة تحسب ماديا يعني ولا تحسب إبداعيا يعني. نعم صح. فلا توجد دار نشر عربية تقبل بأي كاتب خليجي إلا إذا كانت هناك أساليب أخرى، سواء كانت مادية أو معارف شخصية أو غيرها. إنما الإبداع لا يحكم، لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع يعني. وهذه مشكلة. ناصر الظفيري، صدرت لك مجموعتان قصصيتان وبعد ذلك كتبت الرواية. هناك من يقول بأن المستقبل للرواية والقصة، وهناك من يقول نحن شعوب تربت ونشأت وتأسست ثقافتها على الشعر. أنت كرجل مبدع كتبت القصة وكتبت الرواية، والآن أنا بتصوري الرواية بازدهار والقصة بازدهار، وهذه تنفي مقولة أن احنا شعب شاعر. هو يعني المقولة أن الرواية ديوان العرب الجديد يعني لأسباب الحقيقة يعني. الأسباب أهم هذه الأسباب تراجع الشعر وإحساس القارئ بأنه الشاعر يخرج عن قضيته الأساسية.
الشاعر في السابق كان يمثل دور الإعلامي الذي يصف الحرب ويصف الأشياء، كان يمثل دور التلفزيون يعني. نعم. فحين جت الإذاعة والتلفزيون ألغي دور الشاعر، وخرج الشاعر إلى لغة لا يفهمها القارئ، وبالتالي وجد القاص والروائي موقع قدم ثابت ليقدم نفسه من خلال. كما أن الرواية لها، أو القصة والرواية بالذات، لها مساحات، هذه المساحات يستطيع الكاتب من خلالها أن يصف أكثر مما يمكن أن يصف فيه الشعر. فأعتقد بأن الرواية هي صاحبة المستقبل الأكبر يعني. أستاذنا، قبل أن نبدأ التسجيل ذكرت بأنك تريد أن تتحدث عن أدب الأطفال أكثر مما تتحدث عن الشعر، ولكن من الصعب أن نلتقي بالأستاذ الشاعر سليمان العيسى ولا نتوقف عند الشعر. وسؤالنا الأول هو: هل لا زال الشعر هو ديوان العرب كما يقال؟ الشعر نبض الحياة العميق، قمة كفاح الإنسانية. الشعر نبض الحياة العميق، قمة كفاح الإنسانية. حين حملت الكلمة جناحين أخذ الإنسان يحقق معناه، بدأ تاريخه الجميل. فما دام الشعر في رأيي نبض الحياة العميق، فكيف يمكن أن ينقرض ما دام هناك نبض؟ صحيح نحن في عصر كما تعلمون طغت فيه المادة، طغى فيه الضجيج، طغت فيه الآلة، ولكن الإنسان ما يزال موجودا ونبضه ما يزال حيا. وما دام هناك إنسان وما دام هناك نبض فأعتقد أن الشعر باق. كل ما هنالك علينا أن نكافح بلا هوادة لكي نلتقي الجمال على هذه الأرض، لكي نضع يدنا على هذه البقع التي ما تزال مضيئة وننشرها بين الناس. مهمة الشاعر في هذه الأيام أن يبحث عن الجمال في عالم يكاد كما قلت يفقد كل شيء جميل فيه. فهذه مهمة أساسية بالنسبة للشعر. وأنا شخصيا كان عندي هموم أخرى كما تعرفون جميعا، وكان الشعر دائما على امتداد العمر سلاحا أدافع به عن وجودي العربي المهدد، يعرف الجميع هذا. لم أحلم أو لم أطمع يوما من الأيام أن أكون شاعرا، مع كل تقديسي للشعر واحترامي له باعتباره ما يزال ديوان العرب وسيبقى ما دام هناك عرب. ولكني لم أتخذ الشعر في يوم من الأيام إلا وسيلة للدفاع عن وجودي المهدد، للدفاع عن أحلامي، عن أمتي. كيف تكتب الشعر ومتى تكتب الشعر؟ وهل أنت مقل أم؟ أنا مقل، ولكن الشعر عندي لابد أن يكون سبب. نعم. وهو الإثارة. نعم. مثلا في كثير، أنا في المكتب يأتيني حد يريد ديوان شعر مثلا أهديه، فتأتيني هي الساعة فكرة إمامي إذا كانت مرأة أو رجل، أكتب هي الساعة، تنزل الإثارة يقول لي اكتب لي بيتين شعر، فهي الساعة الإثارة تأتيني. أو في مجال آخر تأتيني الإثارة أو الاستيقاظ، مثلا حد يوقظ فيك، يوقظ فيك كلمة الشعر. نعم. يوقظ فيك الموقف، فأنت تكتب حسب ما بالنسبة لي أنا، ما أعرف الآخرين، ولكن بالنسبة لي أنا لابد أن إيقاظ، سواء مرأة توقظك أو رجل أو حادثة أو شيء من، لابد من إثارة. آمل أن نخرج من هذه الفترة المظلمة الرهيبة، وأن تخرج هذه الأمة منها وتقف على قدميها وتأخذ مكانها تحت الشمس. فأنا لا يمكن أن أيأس رغم كل الظروف الحالكة التي تعرفونها جميعا، التي تحيط بنا وتدمرنا ليل نهار. إذن ما علينا إلا أن ندق نوافذ الأمل، نفتح نوافذ الأمل، وهذا ما وجدته أنا في الأطفال. الأطفال كانوا نوافذ أمل بالنسبة إلي، لذلك أنا اتجهت إلى الأطفال منذ أمد بعيد
كما يعرف الجميع. يلاحظ أو المتتبع للتاريخ الأدبي والإبداع الأدبي في عالمنا العربي بأن كان هناك نبض عالي وحساسية مفرطة عند المبدعين والشعراء بقضايا أمتهم وما يحيط بهم، إنما في الوقت الحالي أو في الجيل الجديد من المبدعين لا نجد هذا النبض العالي والحساسية الكبيرة في تحسس قضايا أمتهم. إنك تذكرينني بهذه الكلمات بفترة الخمسينيات والستينيات. الحقيقة كانت فترة الخمسينيات والستينيات، لعلك كنت صغيرة في تلك الفترة، كانت مرحلة التوهج القومي فعلا، كانت مرحلة التفجر القومي، كانت مرحلة كادت الأمة فيها كلها تشق طريقها إلى الحياة وتتحرك من المحيط إلى الخليج دفعة واحدة، كما يعرف الكثيرون ممن عاصروا تلك الفترة وكنت واحدا منهم. كنا في مرحلة الشباب والعنفوان طبعا. أنا أعتقد أن هذا الحريق الذي اشتعل في الأمة العربية ليوقظها كلها دفعة واحدة ما انهالت عليه مؤامرات منذ تلك الفترة إلى الآن داخلية وخارجية، ما تزال تحاول إطفاء ذلك اللهب الذي اشتعل، إطفاء ذلك الحريق الذي اشتعل في الأمة، ما تزال تحاول إطفاءه بكل الوسائل حتى الآن. فهذه الهجمة الرهيبة على تلك الروح التي تفجرت في الأرض العربية أعتقد أنها كانت هجمة شرسة جدا وما نزال نعاني منها حتى الآن، هذا رأيي. بتصورك ما الحل؟ الحل هو الاتجاه إلى المستقبل، إلى الأجيال القادمة. قلت قبل قليل أمواج البحر قادمة في كل لحظة، فأنا أعتقد أن الأجيال القادمة كفيلة بأن تجدد هذه الأمة وبأن تلغي كل ما نراه الآن حولنا من هذا الواقع المريض وتفتح صفحة جديدة في تاريخنا. وطاقة في الفيزياء لا تفنى ولا تخلق من العدم، ولكن ربما أن هذه الطاقة بحاجة دائما إلى شحن قوي، ومتى ما تراجع الكاتب عن شحن هذه الطاقة، متى ما تخاذل الكاتب أستطيع أقول يعني بصراحة عن رفع معنويات الشخصية عن طريق القراءة والمتابعة والتطور سينضب بكل تأكيد. التطور أعتقد إلزامي للكاتب كأي مهنة أخرى يعني، وبالذات يجب أن أعترف بأن الرواية صنعة وهي حرفة كأي حرفة أخرى، إذا لم تضف لها شيئا من الخارج ستأتي مرحلة وتنتهي. أنت كمبدع تطبع رواية وتطرحها في الأسواق، الهاجس بتصوري لدى أي مبدع أن هذا المنتج الأدبي يجب أن يوزع ويقرأ، لكن هناك مشكلة الانتشار هذه وعدم الإقبال على القراءة، ما الحل فيه؟ وأعتقد بأنه الكلام هذا صحيح 100% يعني، لدرجة أنه يعني قضية النشر هذه قضية مقتولة تقريباً يعني. عويصة. بس لكن يعني يظل دائما هناك أمل يعني، وهذا الأمل إذا قتل في داخلنا فمعناته أنه يجب أن لا نفعل شيئاً. أنا أعتقد بأنه الأمل في القارئ الجديد في الجيل الجديد سيتوجه بشكل أو بآخر إلى الكتاب. صحيح أنه الكمبيوتر، الساتلايت، الأجهزة الحديثة أخذت كثير من وقت الإنسان، لكن لم تأخذ من وقت الإنسان الغربي. تلاحظين الإنسان الغربي في كل مكان، في القطار، في الطيارة، يقرأ. يجب أن يخرج كتاب ويقرأ يعني. يجب أن نصل إلى هذه المرحلة. نحن لسنا في عجلة، وأعتقد بأنه لعدم وجود هذا القارئ ما نستطيع القول بأنه يجب أن نتوقف ولا نكتب. لا، نحن سنستمر ونكتب يعني. وإذا قرأ لي اليوم 10 وغدا 20 وغدا 100 فأنا أنجزت شيء كثير. بشعر الأطفال بالدرجة الأولى، منذ نكسة حزيران التي سميناها نكسة حزيران عام 1967، في تلك المأساة، في تلك الكارثة، شعرت أني أختنق فعلا، واختنق جيل كامل معي. بقيت شهورا عديدة أحس الاختناق في صدري، في رئتي، في كل شيء، وشعرت كما قلت قبل قليل أن مرحلة بكاملها قد احترقت في هذه الأمة. وأنا لست ممن يلقون السلاح بسهولة، إنني حلم عنيد كما عرفت نفسي أكثر من مرة. بدأت أدق الجدران الصم التي أحاطت بي، أبحث فيها عن نافذة للخلاص، وبقيت شهورا أدق هذه الجدران وأنا أختنق كما قلت، ووجدت النافذة
وجدتها في عيون الأطفال، وبدأت أتجه إليهم بكل ما أملك من تجارب حياتية وشعرية وفنية وقومية، يعني أعطيتهم كل ما أملك، فجعلتهم همي الأول منذ ذلك العام. ولا أزال حتى الآن أعطيهم بالمئة 70 إلى 80 من جهدي اليومي، من عملي اليومي حتى الآن. حارسة للدهر أم خبر؟ ما أنت؟ حارسة للدهر أم خبر يعرى ويورق لا يدرى له عمر؟ ما أنت؟ سر من الماضي يطوف على شط الزمان بجلبابيه يأتزر، تغازلين الضحى والليل صامتة، وحول جذعك يعيا يسقط السفر. ما أنت؟ ملحمة غبراء آونة، وتارة يتفيا ظلك القمر، يقال أرسلت في فجر الصبا غزلا، يقال أرسلت في فجر الصبا غزلا إلى أبي الهول، والأسرار تنتشر. احكي لنا كيف دار العشق بينكما، وكيف طبق مصر الحلوة الخبر؟ هل تقدم للأطفال فقط الكلمة الشعرية أم تكتب لهم القصة والمسرحية والرواية؟ لا، شوفي، أنا الحقيقة أحاول أن أكون شاعرا، ولم أكن من الأيام قصاصا أو روائيا، لا، لقد حاولت أن أعطيهم تجربة الشعرية، أن أكتب لهم شعرا حقيقيا، لا شعرا للتسلية كما اعتدنا أن نرى في أناشيد الأطفال وأغانيهم. أعطيهم خلاصة تجربتي، وقلت لهم أني لا أريد أن أخدعكم أيها الصغار الأعزاء، أني أريد أن أعطيكم خلاصة حياتي، خلاصة تجربتي، أجمل ما عندي. وهكذا بدأت أكتب شعرا للأطفال، ثم بدأت أكتب لهم المسلسلات المسرحية الشعرية طبعا الغنائية. ولم أؤمن يوما من الأيام أن الكلمة هي كل ما أريد لهم. الكلمة التي أكتبها يجب أن تلحن وتغنى وتذاع وتمثل ويغنيها الأطفال ويحفظوها. يعني الكلمة هي الخطوة الأولى، ثم تأتي بعد ذلك العملية التربوية الفنية القومية إذا شئتي المكمل. فكنت أكتب الأناشيد وأذهب إلى أطفال المدارس فأجمعهم وأتدرب معهم، أدربهم على النشيد، آتي بصديق من الموسيقيين يلحن النشيد، ثم ندرب الأطفال عليه ونغنيه معهم، ونذهب إلى الإذاعة فنسجله معا. فكانت العملية عملية متكاملة. وما أزال أحلم حتى الآن أن تلحن وتغنى كل كلمة أكتبها للأطفال. طيب، هل لنا أن نستشهد بشيء مما كتبت للأطفال؟ كتبت مئات الأناشيد حتى الآن، وعشرات المسلسلات الشعرية، المسرحيات الغنائية. الأناشيد جمعت منذ 15 عاما في ديوان كبير من 10 أجزاء بعنوان غنوا يا أطفال، صدر عن دار الآداب للصغار ويعرفه الكثيرون. وأما المسرحيات الشعرية التي كتبتها لهم سميتها الغنائية، فقد جمعتها في مجلد ضخم أيضا بعنوان مسرحيات غنائية للأطفال، قد صدرت في بيروت أيضا. وتابعت العمل، فأنا ما أزال أكتب لهم الأناشيد والمسرحيات الشعرية. وقبل أن آتي بنموذج، يعني من هذه النماذج التي يحفظها ملايين الأطفال أحسن مني الآن، أرجو أن أقف عند الفترة الأخيرة التي بدأت أهتم فيها بتعريب أجمل ما كتب للأطفال في العالم بنقله إلى لغتنا العربية. هذه المرحلة استغرقت مني جهدا كبيرا منذ 10 أعوام إلى الآن، ما أزال غارقا فيها إن صح التعبير. عملية التعريب إلى جانب الكتابة طبعا، عملية التعريب، تعريب أجمل ما كتب للأطفال في العالم. حاولت أن أتصل بمعظم الكتب التي كتبت للأطفال في الشرق والغرب، في أوروبا، في الاتحاد السوفيتي سابقا، في أمريكا، في كندا، في كل مكان حاولت أن أصل إليه، أتيت بكتب الأطفال، بأحدث ما كتب للأطفال، وحاولت أن أنتقي منها ما يلائم أطفالنا وبيئتنا طبعا، أجمل ما فيها، وعربته
لم أقل ترجمت، لا أقول ترجمته، نعم. عرضته تعريبا كاملا وأضفت إليه مجموعة كبيرة من الأناشيد. بعد أن التقينا مع العديد من المبدعين عبر حلقات هذا البرنامج، والتي استعرضنا من خلالها قضية التواصل الثقافي وكذلك الحركة النقدية، وأيضا ركزنا على إنتاج المبدعين منهم، نحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من فكر وإبداع.